بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الاجتماع حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أقل من عام التأم جمعكم المبارك في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التاريخية، والتي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021. استذكرنا يومها قادة كبارا رحلوا، ورحبنا بقادة كرام حلوا ليستكملوا مع أخوانهم أصحاب الجلالة والسمو مسيرة مجلس التعاون المباركة لخدمة دوله ومواطنيه والحفاظ على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه نحو التنمية والازدهار. واليوم وفي رياض الخير يتطلع أبناء مجلس التعاون لاجتماعكم المبارك بكل أمل وتفاؤل، وتلهج قلوبهم بالدعاء لجهودكم المباركة بالسداد والتوفيق. وما بين العلا والرياض تبرز بين التحديات والطموحات قيادة حكيمة وعزيمة خليجية صلبة وإرادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة بنظرة تكاملية وشاملة، تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال 4 عقود الماضية، وتبني مزيداً من المنجزات، وتواكب عالم ما بعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية. أصحاب الجلالة والسمو، لقد رسختم حفظكم الله ورعاكم أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، وعليه جاء افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية كريمة من سمو ولي العهد يوم 22 نوفمبر 2021، رسالة عزم وسلام، رسالة عزم على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون، ورسالة سلام تحمي مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه. ولقد أكدتم حفظكم الله ورعاكم أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة ومتراصة، فكان التنسيق في مواجهة التحديات الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والهجمات السبرانية وأمن الحدود مثالاً يؤكد القناعة الراسخة ونتيجة لجهود مستمرة. ولعل التمرين التعبوي الشامل أمن الخليج 3 والذي ستحتضنه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشهر القادم وتشارك فيه قوات الأمن من دول المجلس هو أيضاً رسالة عزم وسلام. ولقد وجهتم حفظكم الله ورعاكم بأن التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ترتكز على رؤى حكيمة وطموحة، وتنفذ بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة، وتستثمر بالمستقبل في تكامل بين تحقيق الرؤى الوطنية لكل دولة من دول المجلس وتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك من خلال استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، والتي أقرها مجلسكم الموقر في عام 2015، وتتطلب دعمكم المعهود وتوجيهاتكم الكريم بتفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمتابعة استكمال ما تبقى من بنود، وبالتحديد استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025. إن تعزيز المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استكمال اتفاقية التجارة الحرة وتفعيل الشراكات والحوارات الاستراتيجية وفاعلية وحضور مجلس التعاون في المحافل الدولية وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري، كلها ملفات تتابع الأمانة العامة تنفيذها عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك، تنفيذاً لقرارات مجلسكم الموقر وتفعيلاً لمضامين إعلان العلا وحمايةً لمصالح دول المجلس وخدمة مواطنيه. أصحاب الجلالة والسمو،
لقد تابع أبناء مجلس التعاون الأسبوع الماضي بروح الأمل والتفاؤل نتائج الجولة الخليجية الميمونة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيارته لعواصم دول مجلس التعاون ولقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والبيانات التي صدرت بعد كل محطة وكذلك اجتماعات بعض المجالس التنسيقية وما واكب ذلك ونتج عنه من تأكيد على قوة وتماسك مجلس التعاون وتلاحم أبنائه والعمل المشترك نحو الحفاظ على المكتسبات والبناء للمستقبل وفي نفس الوقت التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ. إن الجولة المباركة وما نتج عنها من تفاعل كبير وعلى كافة المستويات الخليجية وفي إطار الآمال الكبيرة لأبناء مجلس التعاون وإيمانهم الكامل بقوة مجلسهم ووحدة مصيرهم وتكامل أهدافهم وعلو هاماتهم وصلابة منجزاتهم ورسوخ مكتسباتهم إنما تأتي كلها مستمدة من رؤاكم أصحاب الجلالة والسمو حفظكم الله ورعاكم وما تحظى به المسيرة من رعاية سامية وتوجيهات ملهمة وإرشادات كريمة فأنتم بعد الله عز وجل صمام الأمان وبحكمتكم ونظرتكم المستقبلية تستمر المسيرة المباركة بإذن الله نحو مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية. أصحاب الجلالة والسمو، إننا على ثقة تامة بأن رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة 42 ستكون ملهمة ومحفزة لتحقيق نقلة نوعية في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، كما نثمن عالياً بالشكر والتقدير دور مملكة البحرين حكومة وشعباً بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه على الدعم الكبير الذي حظت به مسيرة العمل الخليجي المشترك خلال فترة رئاستها للدورة الماضية. والله نسأل السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.